أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا العرض الإخباري الجديد الذي نقدمه لكم من قناة العيون. نفتح ملفات هذا العدد الإخباري بالشأن السياسي، والبداية من مخيمات تندوف وتحديدا من سجن الرشيد، حيث بعث من هناك السجين الصحراوي مربيه أحمد محمود الدا برسالة صوتية يشكو فيها ألم الأسر والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية التي يتكبدها من داخل محبسه. لنتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد محمود أهد من سجن الرشيد بمخيمة تندو جنوب الجزائر، وتلو عليكم بعد مرور حوالي شهر قضيته تحت العذاب المهين، إذ لا حول لي ولا قوة إلا بالعلي العظيم. اليوم شاء القدر أن أظهر مرة أخرى بفرصة قد يخترق صوتي فيها جدران السجن الرهيب. لا زال جلادو البوليزار يتفننون في تعذيبي بكل الوسائل المتاحة لهم، فزيادة على ما أشرت إليه من العذاب الذي يوسع علي في الأصوات التي لم يتم إزالتها ولو لمرة واحدة منذ اعتقالها أنذا أمنع من قضاء حاجتي، إذ أن ذلك يتم في الزنزان التي أتواجد بها ما كذا صمعاناتي في هذه الأحفاد الجهنمية. لقد وعدني أحد قادة الرزاب بأنني سيذوق المرارة لتجرؤ عليهم معه ويحقق ما وعدني به اليوم. إنما استغربه أحيانا هو كيف تمكن آباؤنا وأجدادنا من الصرع على هؤلاء والعيش تحت ظلمهم واستبدادهم، بل كيف لنا نحن كصحراويين في مخيمات اللجوء أن نتخلى عن كل من ضحى في سبيل حريتنا واستنكار ظلم ممارس علينا. إنها وسيلة يجعلها على عاتق كل صحراوي في مخيمات اللجوء يتطلع للحرية والعيش الكريم، علها توقد فيه الوعي بأن القيادة لا تفكر إلا في مصالحها على حساب الراحمة إذا اقتضى الأمر ذلك. وفي الأخير أقول لكم أيها الصحراويين في المحتقرون من طرف قيادة البوليزاريو، ألم تناضلوا من أجل أبنائكم فيصيبهم ما أصابكم؟ فالحل هو الانتفاضة ضد هذا النظام الفاسد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، من ربي أحمد محمود من السجن الرشيد. يواصل إذن مربي أحمد محمود أدى معاناته مع السجن لدى البوليساريو بسبب مواقفه المعلنة ضد فساد قيادة البوليساريو. مآسي هذا الشاب تتفاقم يوما بعد يوم ضد القادة، مع تزايد الضغط على القيادة من قبل الجماهير المنتفضة. يأتي كل ذلك في ظل صمت دولي لم يحرك ساكنا لحد الآن. سلك الزبير. هكذا يلقى مربيه أحمد محمود أدى مصيره في سجن الرشيد من دون أبسط شروط كرامة السجين إذا كان يستحق السجن حقا. معاناة جاءت لا لشيء إلا لأنه جهر بحسب وصف الفساد الذي ينقر في صفوف القادة. تحدث الشاب عن مرارة وألم شديدين لما تعرض له، ووصل حد عيشة الكائن الغريب عن البشر في حاجياته اليومية. بدا وأن قيادة البوليساريو لا زالت تصر على إطفاء بريق التظاهر والاحتجاج، لكن إصرار مربيه أحمد محمود أدى وعديدون على مواجهة التيار ما فتئت تشتد عزيمة وعنفوانا قلبت كل أوراق ما يدور في حسبان الساسة هناك. ومع اقتراب موسم عمل جديد يزداد الضغط والخناق على قيادة البوليساريو التي من دون شك تهيئ لمرحلة مواجهة خريفية ساخنة. فالقيادة بدأ يتركز اهتمامها على قنص بوادر الثورة وقطع رؤوس الضالعين في تحريكها. موقف للقيادة يتم تبريره بالمحافظة على أمن المخيمات التي توجد في قلب المواجهة مع الجماعات المسلحة ضد أنظمة البلدان المجاورة. واللافت للنظر أن الاعتقالات التي تنفذها القيادة ضد المحتجين تتزامن مع ما تسميه البوليساريو هذه الأيام بانخراطها في مواجهة الإرهاب بالمنطقة، توجه قد يبرر كبح جماح المظاهرات المناوئة لقادة البوليساريو التي تستعد لتصعيد مسلسل الاعتقالات في حق نشطاء الصحراويين. أما مربيه أحمد محمود أدى وآخرون فهم لا يفهمون ما يحاك لهم خلسة في الظلام. هكذا إذن يمر اليوم 40 على التوالي على اعتقال المناضل الشاب مربيه ربو أحمد محمود أدى الذي تم اختطافه من طرف ميليشيات قيادة البوليساريو، ولا زال مصيره مجهولا إلى حد الساعة دون أن يتم اتهامه بأي تهمة والإعلان عن خبر توقيفه.
منظمات عديدة بالإضافة إلى عائلته تناشد المجتمع الدولي للكشف عن مصير هذا الشاب. في موضوع آخر، انطلقت بالطنطان يوم أمس عملية الإحصاء العام للسكان والسكنة على غرار باقي مدن المملكة، حيث سخرت الدوائر المعنية كل الإمكانيات اللوجستيكية والبشرية لإنجاحها. المزيد مع علي الكبش وعبد الرحيم حاجي. عملية وطنية وخصنا بطبع الحال كلنا نتعبوا ونتجنبوا. نصائح وتوجيهات على أرض الميدان إذانا بانطلاق عملية الإحصاء العام للسكان والسكنة على صعيد إقليم الطنطان إلى المنازل والمحلات التجارية. وجهة الباحثين والمشرفين على هذه العملية الوطنية الكبرى للتواصل مع الساكن وملء خانات الاستمارة الخاصة بالفئات المعنية بهذه العملية. إمكانات لوجستيكية وبشرية تم تسخيرها لمرور هذه العملية وفق الأهداف المسطرة سلفاً، حيث يبقى التحلي بآليات التواصل مع الساكنة بمختلف أطيافها عنصراً ضرورياً وجب أن يتحلى به القائمون على هذه العملية. بعد مرحلة التعرف على الميدان التي أجريت يومي 30 و 31، ينطلق الباحثون لمناطق الإحصاء اللي تعطات لهم باش أنهم يقوموا بمسح شامل لجميع الأسر والمحلات المهنية المتواجدة بها. كما كتشوفوا اليوم أعطينا الانطلاقة الرسمية انطلاقا من الإدارية رقم 3. هذه العملية فهي بالغة الأهمية وتلتمس من جميع الأسر القاطنة بالإقليم وكذلك حتى على المستوى الوطني باش تجند وتعبأ يعني من خلال التجاوب يعني مع الباحثين. هذه العملية يعني تهدف إلى توفير يعني قاعدة البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية وظروف السكن وغيرها، وكذلك تشكل أرضية من أجل التخطيط. يعني من خلال هذه العملية يمكن لنا نعرفوا شنو هو الواقع ديالنا وكذلك شنو هي الاحتياجات ديالنا في المستقبل. أسئلة موضوعاتية تتضمنها جداول الاستمارات بهدف الوقوف على أدق المعطيات الخاصة بالسكان والسكنة، استقبلتها الساكنة بصدر رحبة وعيا منها بانعكاساتها الإيجابية على مستقبل البلاد وساكنتها. استقبلنا الناس على حسب أحصان وطني نواجب وطني ديالنا، واستقبلنا ملاح حسن ما يقرأ، وحنا سيدي فرحانين بهم ورحبنا بهم مزيان، ونتمنوا على الله يكون الناس كلهم يستجبوا مع الناس بحال هكا مزيان. الحمد لله مرحبنا بهم، وحنا عندنا فكرة مسبقة على انهم الحمد لله لا يجوا فهاد الاشهار وسمو، فمجعنا الحمد لله فراسنا الخبر هذه ومستعدين لها الحمد لله في كل فرح. عملية وطنية وبسيطة الحمد لله، ما فيها تعقيدات ما فيهش. ساكنة استقبلتنا في ميورام والمراقبين كانوا متفقين معنا. الحمد لله كيف تراعوا تشوفوا البيت الأول تخطيت عليه اليوم راعاه استقبلني والأسر مستقبلتنا، ونتمنى من عن تخطى الأمور على ميورام، ونتمنى من الساكنة عن تعرف عن الإحصاء للسكان والسكنة في مصالحهم باش نعرفوا نوعية المعيشة في المغرب والفقر والبطالة، نحدوا نسبة البطالة في المغرب. على امتداد 20 يوما ستتواصل عملية الإحصاء العام للسكان والسكنة التي خصصت لها موارد بشرية هامة بإقليم الطنطان، بلغت 204 باحثا ومراقبا موزعين على مختلف أرجاء الإقليم. العملية التي تشهدها كافة ربوع المملكة تسعى إلى التقييم الموضوعي للسياسات العمومية في مجال التنمية. في السياق ذاته، انطلقت أمس عملية الإحصاء العام للسكان والسكنة 2014 على صعيد إقليم أوسردة عن ظروف انطلاق الإحصاء بمركز بير القندوز. يدور الروبورتاج غالي القرحي ومحمد يدأس. 23 مراقبا وباحثا شرعوا في مباشرة عملية الإحصاء على تراب إقليم أوسرد. هنا بمركز بير قندوز انطلقت عملية إحصاء المساكن والمحلات المهنية وفق الملفات الخرائطية لكل باحث، وقد جندت كل الإمكانيات المادية واللوجستية والبشرية لإنجاح هذه العملية وضمان سيرها في ظروف جيدة.
انطلقت عملية إحصاء السكان والسكنة بإقليم أوسرت بحيث تم توفير جميع الوسائل اللوجستية والبشرية لإنجاح هذه العملية، بحيث أن جميع المراقبين والباحثين التحقوا بالمناطق الإحصاء ديالهم وباشروا العمل ديالهم في أحسن ظروف. نتمنى إن شاء الله أن تنجح العملية. أهم ما ميز بداية عملية الإحصاء هو التعاون التام وتجاوب المواطنين مع أسئلة واستفسارات الباحثين لتسهيل وتيسير مهمتهم، وهو ما ينم عن وعي الساكنة بأهم الوطن وضرورة انخراط الجميع كل من موقعه لضمان هذه العملية وتحقيقها للأهداف المنشودة. بعد مدة 10 أيام من التكوين على لمعرفة مختلف المصطلحات التي تخص عملية الإحصاء، إحصاء السكان والسكنة 2014 يومين من ميسم بدولة، يعني تجميع كل المعطيات والتحيين كل البنايات وكل المعطيات بهذه المنطقة. نحن اليوم 100 سؤال تضمها استمارة الإحصاء العام للسكان والسكنة 2014 أعدت وفق المعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن لتحديد الخصائص الديموغرافية والسوسيو اقتصادية للمغرب ورصد أهم التغيرات التي عرفتها البلاد خلال 10 سنوات الأخيرة. في موضوع آخر، وبالجماعة القروية الشاطئ الأبيض بإقليم قليميم، حيث نظمت قبيلة الشرفاء أولاد بوعيطة ملتقاها السنوي، تظاهرة عرفت حضور ممثلي العديد من قبائل المنطقة. صار ومحمد بعيرس. مجموعة قبلية من المنطقة من عديد الأقاليم الجنوبية سجلت حضورها في هذا اللقاء الذي دأبت قبيلة الشرفاء أولاد بوعيطة على تنظيمه سنوياً بهذه المنطقة، لقاء للتواصل وإحياء صلة الرحم بين مختلف القبلية بالمنطقة وطرح العديد من الانشغالات والقضايا التنموية. هذا الموسم كل العام تكنا قبائل الصحراء من طنجة القويرة والسول الرحيم وراكجهم 20 عام وتجابنا الحمد لله وتجابر الخوت والأصحاب والقبائل كاملة. هذا الملتقى قبلي كتستضفمت في قبيلة واد بوعيطة الشرفاء قبائل الجوار، فهمت بالنسبة تكدرس فيه فهمت المشاكل الاجتماعية والمشاكل الاقتصادية ديال المنطقة ياك سمعت، وخلق واحد التفاهم ما بين هاو القبائل كامل الجوار فهمت من أجل تنمية هذا الوسط ياك، باش بالنسبة فهمت الاستثمار اللي فيه. نتمنى إن شاء الله نعود كل سنة نعودوا نحسنوا الاجتماع المجتمع ديالنا في القبائل عادي في جيراننا كاملين، وبهذا النهار اللي زارونا وصالوا رحمنا وقدرونا. حنا من حقنا اليوم آفاق تنمية هذه الواجهات الشاطئية موضوع أثير بشأنه نقاش بين الحاضرين خلال هذا اللقاء التواصلي، خاصة في ظل المؤهلات الطبيعية المتميزة بهذه المنطقة، مؤهلات تعد رافدة للإقلاع بالسياحة الشاطئية والإيكولوجية في هذه الوجهات الساحلية. يجب على الدولة أن تعطي عناية لها الشاطئ الأبيض، وهذه المنطقة هي التي سترفع من 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 من, من اقتصاد المنطقة، لأنه هذا المنفذ الوحيد على الشاطئ اللي هو في الحقيقة ما موجود في أي منطقة من مناطق المغرب، لأنه الطول دياله يمتد إلى 120 كيلومتر. ونتمنوا بس الإخوان كل شيء من جميع الجهات من العيون من طنطان من الصمارة من أكادير من الدار البيضاء اللي عندهم علاقة بهذه المنطقة يحضروا ويساهموا في تنمية في محاولة تنمية هذه الأقاليم، وخاصة هذا المشروع المهم ديال الشاطئ الأبيض اللي هو المتنفس الوحيد اللي يمكن يرجع بالخير على جميع هذه الجهة كاملة. موعد سنوي إذن للتواصل عن قرب وطرح اهتمامات ساكنة المنطقة التي تنظر إلى مثل هذه اللقاءات كفرصة مغاتية للتعبير عن قضاياها وانتظاراتها الأساسية. قبل الختام نقترح عليكم مشاهدينا الكرام روبورتاج النشرة من ميناء مدينة طنطان، حيث نرصد لتبوء هذا المرفق الحيوي الهام في النصف الأول من السنة الحالية للرتبة الأولى وطنيا على صعيد مداخيل الصيد، مداخيل من المفترض أن تشكل قاطرة للدفع بالتنمية على مستوى الإقليم. تقرير في الموضوع مع العلي حميمة.
يعد ميناء طنطان من الموانئ النشيطة بالمغرب، ويتمثل نشاطه في الصيد بأعالي البحار والساحلي والتقليدي، كما يتصدر المرتبة الأولى من ناحية المداخيل. فرغم الاضطرابات الجوية التي تعرفها هذه المنطقة، إلا أنه يعرف رواجا كبيرا على صعيد المغرب. الميناء عرف هاد 7 شهور الأخيرة، يعني 4 أشهر اللي بقات ديال العمل، عرفوا واحد التحسن كبير من ناحية المنتوج السمكي، حيث نعطيك أرقام من ناحية السمك السطحي اللي هو السردين، عرف واحد التطور ديال، عرف واحد القيمة ديال الكمية ديال أكثر من 140 ألف طن بقيمة تفوق 200 مليون درهم. وهاد مقارنة مع السنة الفارطة اللي ما تجاوزت 88 ألف طن ديال هاد المنتوج. وعرف ميناء طنطان في السنوات الأخيرة تحسينات على مستوى البنية التحتية، والتي رصدت لها تكلفة مالية بلغت 50 مليون درهم، تمثلت في تعبيد الطرق، تعميم الإنارة العمومية، صرف الصحي، وإنشاء مقر للوقاية المدنية مجهز بالمعدات الخاصة. المشاريع السنوات الأخيرة الثلاث الأخيرة اللي فقط 50 مليون درهم، كاين اللي كتهم كذلك الصرف الصحي والإنارة العمومية، تم اقتناء مولدات كهربائية اللي غادي تزيد تنمي من ولا تزيد ترونفورسي المقدورات ديال جميع المنجزات الكهربائية اللي تمت بالميناء. وتجدر الإشارة إلى أن ميناء مدينة طنطان يعتبر من بين أهم الموانئ بالأقاليم الجنوبية للمملكة، ويعتبر رافعة اقتصادية حقيقية لدفع بالمسار التنموي الشامل بعموم أقاليم الصحراء. نصل الآن إلى جديد الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الأربعاء في قراءة للزميل محمد نوار. نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الأربعاء من يومية الصباح، وكتبت بأن الإسبان ممثلين في مهني بعض السياسيين يدفعون في اتجاه التعجيل بدخول اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيز الوجود في أقرب وقت ممكن، وهي الاتفاقية التي تسمح بدخول بواخر دول الاتحاد الأوروبي والإسبانية منها للاصطياد في المياه المغربية بما فيها مياه الأقاليم الجنوبية للمملكة. ويأتي مطلب الإسبان في الوقت الذي يعمل فيه المغرب بدوره على أن تدخل اتفاقية الصيد البحري حيز تنفيذ في أقرب وقت. وذكرت الصباح في باقي تفاصيل الخبر بأن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي جرى توقيعها قبيل أشهر، وهي الاتفاقية التي تعترف بشكل رسمي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية كما هو الشأن بالنسبة لباقي أقاليم المملكة. وارتباطا دائما بجديد الصحف الصادرة يوم غد الأربعاء، كتبت يومية الخبر بأن وفدا من الكونغرس الأمريكي حط الرحالة بالمغرب، وهو الوفد الذي يتشكل من 14 عضوا يمثلون عدة ولايات أمريكية في الكونغرس. يومية بأن الوفد عددا من المسؤولين المغاربة بما فيهم مجلس النواب الطالب العالمي. وذكرت الخبر بأن اللقاء كان مناسبة أبرز فيها الوفد البرلماني الأمريكي المكون من 14 عضوا أنه يدعم الجهود الأممية الرامية إلى حل النزاع حول الصحراء، في الوقت الذي كشف فيه الطالب العالمي بأن جوهر القضية هو في الأصل صراع مغربي جزائري، مشيرا إلى أن المغرب إيمانا منه بمحورية العنصر البشري في كل السياسات العامة دأب منذ سنين على تكريس احترام حقوق الإنسان في كافة ربوع المملكة، مبرزا في هذا السياق أن سكان الصحراء مثلهم مثل باقي المواطنين في مختلف أقاليم وعمالات المملكة، ممثلون في مختلف الهيئات العمومية والرسمية من قبيل البرلمان والمجالس المنتخبة والمؤسسات الأخرى. صحيفة غورا بريس تطلعنا في آخر مستجداتها الإخبارية بأن جهة وادي الذهب الجويرة مستعدة لرهان الإحصاء، هذا ما كشف عنه مال عينين الشيخ محمد المدير الجهوي للتخطيط بجهة وادي الذهب الجويرة أجرته معه الصحيفة، وكشف من خلاله الظروف التي مر بها الإعداد لهذا الاستحقاق الوطني في أقصى جنوبي المملكة. وذكرت غورا بريس بأن المدير الجهوي للتخطيط كشف بأن المندوبية السامية للتخطيط جندت كل الوسائل البشرية واللوجستية من أجل توفير كل الظروف لنجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الاستحقاق الوطني. يومية الأخبار تخبرنا في عددها الصادر يوم غد الأربعاء بأن المغرب متشبث بإفريقيا
ولن يتخلى عنها. هذا ما كشف عنه الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية إدريس بن هيمة، وقال إن الإبقاء على رحلات الشركة باتجاه البلدان الإفريقية التي تعرف انتشارا لفيروس إيبولا أم لا هو واجب التضامن المسؤول الذي يتماشى تماما مع التزامات المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس من أجل انخراط مستمر للمملكة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة السمراء. وأوضحت الأخبار بأن ابن هيمة أشار إلى أن قرارها الإبقاء على الرحلات تجاه إفريقيا يظهر أن الشركة تستجيب من جهة أخرى للنداءات الملحة التي أطلقتها المنظمة الدولية من قبيل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية التي حذرت من خطر فرض حظر جوي قد يعقد أكثر جهود مكافحة الوباء. ومن يومية المساء نختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف الصادرة يوم غد الأربعاء، وكتبت في إطار تعزيز المغرب جهوده في السياسة تم توقيع نهاية العاصمة الرباط على الشراكة المغربي للسياسة والمكتب لأجل تسويق أفضل للوجهتين المغربية والتشاركة. وذكرت المساء في باقي تفاصيل الخبر بأن هذا الاتفاق تقوية التعاون بين المؤسستين في مجال الترويج السياحي قصد توطيدهما المشترك في مجال تبادل التجارب والتكوين والتسويق. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم محمد سالم مغير عن سن تنازع 66 سنة. الفقيد ينتمي إلى قبيلة إيت الحسن جرنة. طمأن الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه رجعنا. واللحظة نصل مشاهدينا الكلام للفقرة الخاصة بأحوال الطقس المرتقبة بأقاليمنا الجنوبية اليوم غد إن شاء الله، إذ من المرتقب أن يكون الطقس هادئ بعموم المناطق في خلال النهار. درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 18 درجة بإقليمي و 27 درجة بإقليمي طاطا. في المقابل ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 42 درجة بآسا و 24 درجة بسيدي إف. حالة البحر بالواجهة الأطلسية سيكون البحر قليل الهيجان ما بين الطرفاية وبوجدور وهائج جنوبي سواحل بوجدور. طلوع الشمس بمدينة العيون غدا إن شاء الله سيكون على الساعة 7:35 دقيقة أما الغروب فسيكون في حدود الساعة 8:07 بحول الله. درجات الحرارة ببعض المدن المجاورة لبلادنا 41 درجة بنواكشوط، 40 درجة بنواديبو، 42 درجة بتندوف، 45 درجة بالرابوني مع التسجيل 27 درجة بالعاصمة الرباط. قبل ختام هذه النشرة المباشرة نذكركم مشاهدينا الكرام أنه يمكن لمن فاتت متابعة نشرة الأخبار الأيام الثلاثة الماضية متابعتها على موقعنا على الإنترنت smrt.ma. كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجيويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي لاستشاره الشؤون الصحراوية كوركاس.com. كما يمكنكم متابعة نشرة الأخبار والجديد البرامج عبر الآيفون وهاتف الأندرويد، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور والجوجل بلاي. كما تلتقون غدا إن شاء الله مع إعادة لهذه النشرة على قناة المغربية في حدود الساعة 4:15. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى الملتقى إن شاء الله.